الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم 7 في 1، حلقة نراجع فيها أهم الأخبار والأحداث المختلفة اللي صارت في ليبيا والعالم الأسبوع الماضي خلال ساعة واحدة. حنتناولوها بالتحليل مع الزملاء حمزة جبودة، مصطفى عبد الهادي وعبد الوهاب أجرينجو، وحنبدأ بسؤال لكل واحد من الزملاء عن خبر اختاره في الأسبوع الماضي. نبدأ بك عبد الوهاب. تعليم الوفاق يقول عازمون على إصلاح القطاع، وفي هذا القرار بوجود فساد في التعليم، والاعتراف هو بداية الإصلاح إن شاء الله. مصطفى، الخبر حول تصريح لرئيس مجموعة الأزمات الروسية التابعة للخارجية الروسية اللي يقول فيها أن موسكو لا تدعم طرف دون طرف في ليبيا وأنها تتواصل مع جميع أطراف الأزمة. حمزة، نائب المجلس الرئاسي أحمد مهدي قايل اليوم طبعا في لقاء صحفي الأوروبيين لم يفوا بوعودهم مع ليبيا. هذه عناوين الأسبوع الماضي كيف ما شافوها الزملاء. وقبل ما نبدأ في قراءتنا للأخبار، نحب ننوه أن تحليلات الزملاء تعبر عن وجهة نظرهم الخاصة وهي لا تمثل وجهة نظر القناة. توا نبدأ بالأخبار، وحيكون خبرنا الأول اللي هو التدخل الإيطالي في ليبيا بإرسال سفن إلى المياه الإقليمية اللي طلبها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وخلال زيارته لروما لمكافحة الهجرة، واللي قال إنها لا تتضمن دخول سفن في المياه الإقليمية، بينما قال الإيطاليون إن الطلب تضمن ذلك، وأتى ذلك من عدد من المسؤولين الإيطاليين في مواجهة طلب اعتراضات من البرلمان، وهدد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر باستهداف أي قطعة بحرية تتخطى حدود المياه الإقليمية الليبية. هنبدأ بالنقاش مع الزملاء، ونبدأ بك عبد الوهاب. كيف تشوف في نفي السراج بداية، لأن الطلب لا يتضمن دخول سفن المياه الإقليمية؟ طبعا ما في ذلك شك أن السراج وقع في تخبط يعني شبه مفضوح، وبين النكران والتراجع، وحسب ما سمعت أن هذه الاتفاقية ليست هي الاتفاقية القديمة، في بنود كانت مختلفة، بس اللي يلفت النظر أكثر يعني الموافقة السريعة لإيطاليا، يعني زي ما تقول بالعامي ما صدقوا أنه حتى شوية طلب، يعني أعطيه منفذ بس لما يعتبروه أغلب الليبيين بكافة اختلافاتهم وتياراتهم تدخل صارخ. يعني أنت لما ترسل لي بوارج حربية بذريعة أن مكافحة هجرة غير شرعية ببوارج حربية، يعني الليبيين جنهم وجنونهم التدخل على البر، ريت أنت 2011 تدخل جوي كذا، المجتمع الدولي مش عارف شنو. لكن هذا ما ننسوش الإرث القديم، مش عقدة يعني اللي هو التربى عليه كل الليبيين، إن هذا استعمار سابق. يعني أنت شوف في 2011 كانت ذرائع أقل من هيك باش احتلوا بها ليبيا، وكانت مقدمات، فأنا في تخوف مبرر من كل الليبيين. وزي ما قلنا في حلقات سابقة، أنت يا سيد السراج رجعت من فرنسا بلقاء مع المشير خليفة حفتر، عندك قوات ليبية، عندك جيش ليبي، وبعدين حاجة ثانية سواء المجلس الرئاسي، بس من يقول لك عبد الوهاب القيادة العامة حتى الجيش الليبي ما عندهش قدرات بحرية كافية؟ لا مش بحرية، غير عفوا لمكافحة الهجرة، مش ودليل مش آلاف المهاجرين، يعني ما انت خذيت من أكثر 180,000 سنة واحدة. القوة مش غير تكمن في القوة الجوية والبحرية، سبق وناقشنا والناس كلها كتبت وناقشت، إنه وسبق أنا قلت لك شخصيا إنه لا عندك الحدود مع النيجر وتشاد والسودان والجزائر الجنوب وجنوب الغربي والشرقي والأوسط، هذا كله هذا اللي متسيطر عليه يغنيك عن أي تكلفة وأي مشاكل سياسية على البحر. لا الجيش الليبي أثق إنه لو تم تجميع ولقاء فرنسا المفروض يكون مثمر، إنه في تنازل من الرئاسة ولا غير الكتلة اللي هي في الغرب، إنه لا انفعلوا الجيش ونخلوا الجيش واحد. احنا نحكي في نقطة أخرى، هل تكفي بنشر الجيش على الحدود؟ طبعا لما تنشع على الحدود ما فيش داعي البحر خلاص بالترتيب. لكن يعني في من يقول لك أن يوما ما كانت هناك دولة قائمة وهناك مهاجرين يتحركوا. لا مش بالشكل هذا، كانت في سيطرة، وكان النظام السابق من البوش نعود الماضي كان يلعب بها كورقة، لما يبي يسكر. يعني نرجع ونأكد في كل حلقة أن السر في الحدود الجنوبية أكثر من كونه في البحر، أمن على الجنوب مش حيصل لك حد البحر. كلام عبد الوهاب يا دكتور، قال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية اللي هو صدر مؤخرا بعنوان إقليم فزان أصبح الحدود الجنوبية الجديدة لأوروبا، فهل الرؤية هذه في بعض من الأوروبيين يمتلكوها لكن مصرين على الحركة في البحر، ما زال ما شفناش حد يتحرك في الجنوب، فكيف تشوف فيها؟ هو تقرير مجموعة الأزمات الدولية يأتي يعني تباعا بعد تصريحات حتى لمسؤولين أوروبيين، يعني وزير الداخلية الإيطالي نفسه قال الكلام هذا، يعني
ان الحدود الجنوبيه الليبيه تعتبر منطقه استراتيجيه لاوروبا يعني، ومسؤولين في الاتحاد الاوروبي ايضا صرحوا، والاوروبا نفسهم عارفين الكلام هذا يعني. لكن احنا الان مثلا لو جينا علقنا مثلا على قصه ما حصل اخيرا، اللغط والجدل اللي حصل حول طلب السيد السراج دعم من ايطاليا، طبعا في نقطه غريبه شوي يعني، اللي هي مفارقه عجيبه. لما تقدم السيد السراج الى ايطاليا بالطلب، الايطاليين بقوا فتره من الزمن وان كانت قصيره زي ما قال عبد الوهاب في انتظار الحصول على موافقه برلمانهم، بينما الدوله اللي مقدم منها الطلب في الاساس لم، اول حاجه الطلب لم يخرج بموافقه برلمان البلد، والحاجه الثانيه البرلمان نفسه بعدين اصدر تصريح انه هو ضد هذا الطلب يعني. ففي مفارقة عجيبة يعني، وكأن الطليان يشرعون لأنفسهم ويبيحون لأنفسهم ما يمنعونه على الليبيين يعني. أنت من حقك أنك أنت تشاور برلمان بلدك، لكن الليبيين مش من حقهم يشاور برلمان بلدهم يعني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قصة أن اللغط اللي حصل يعني، تصور أنه في تصريح لرئاسة أركان القوات البحرية يعني تابع للرئاسي بيقول بالحرف أنه ما فيش دخول المياه الإقليمية، والمياه الإقليمية الليبية خط أحمر، وهذا طبعا هذا الشيء اللي نتمنوه. لكن الكلام اللي حصل ينافي يعني الأمر هذا. أيضا علقوا على والله هذا وفق اتفاقية سابقة حصل في 2008. اتفاقية 2008 احنا شفنا بنودها وقرأنا بنودها مخالفة تماما لما حصل الآن يعني. اتفاقية 2008 واحدة بنود بنص على أن إيطاليا تمنح 3 قطع بحرية لليبيا على سبيل الإعارة، شوف على سبيل الإعارة، ويكون على متنها عناصر إيطالية مع عناصر ليبية. في هذه الحالة يحق لها أن تدخل المياه الإقليمية الليبية. أنت الآن عندك الوضع مختلف تماما يعني. القطع البحرية الآن هي كانت مستهدفة مثل 6 قطع بحرية، لما حصل الجدل وكذا حتى الطليان نفسهم يعني تراجعوا عن قصة 6 قطع وأرسلوا قطعتين فقط بحرية. أنا الآن بنسأل مثل السيد السراج، بنسأل وحتى الأسر كان القوات البحرية اللي موجودة في طرابلس، هل في عناصر ليبية موجودة على القطعتين البحرية اللي الآن موجودة يعني؟ وأيضا شاهدنا حاجة ثانية، إن الإيطاليين بدأوا يتحركوا فعلا يعني، اللي هو مثلا مصادرة السفينة الألمانية هذه اللي تابع جمعية خيرية لأول مرة تحصل يعني، أمس أو أول أمس اللي حصل حتى صدام مسلح مع قارب، وفي أنباء عن أوامر إيطالية بعدم إنقاذ المهاجرين حصل حتى صدام مسلح مع قارب في قبالة مدينة جرجيس التونسية يعني، وبمحاذاة المياه الإقليمية الليبية يعني. الآن تحكي أنت حتى على صدامات مسلحة بدأت يعني. هم نفسهم زي ما قلت لك أنا في الحلقة الماضية أنهم هم تكلموا حتى على قصة المناطق الاشتباك. وزيرة الدفاع الإيطالية نفسها بالحرف الواحد قالت أن من حقنا إحنا ندافع عن نفسنا في حال أن مثلا. فالمسألة يعني ما هيش مش بالسهولة بمكان أنك أنت. الإشكالية الآن اللي مطروحة الآن صراحة، أنا مثلا كمواطن ليبي أنت سأل عنه، لماذا هذا التعمية وهذه الأشياء كل اللي حصلت من طرف المسؤولين الليبيين؟ ليش يجي مثل، خليني مثلا أتكلم معك رمي صراحة، ليش يجي تقول لي والله هذا إكمال لاتفاقية 2008، ونجينا كمواطن لما نقرأ الاتفاقية 2008 نلقاها مخالفة اللي تقول فيها؟ بحث عن المبررات يعني، لماذا تبحث عن المبررات بهذا الشكل يعني؟ هذا كله أمور مثلا تضع الأمر كله في 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 موطئ الريبة يعني. هنا يا حمزة بننتقلوا لنقطة ثانية اللي هي الرؤية الإيطالية لليبيا. إيطاليا تقدم القرار للبرلمان لكن ما تنتظرش موافقة البرلمان الليبي، البرلمان الليبي يرفض، ما فيش أي رد فعل. كذلك الجيش الوطني لما قال أنه حيتعرض لأي قطعة قالوا أن هذه مجرد، سمعناها المسؤولين الرسميين كان قالوا مجرد تقارير إعلامية، والصحافة قالت بروباغاندا فقط. هو قبل ما نبدو في الموضوع، هو تكمل الزملاء، إننا لما نشوفه يعني، لما نشوفه لما نراقبه الموضوع من البداية، في تخبط أصلاً حتى في من رئيس المجلس الرئاسي لأعضائه لأيوب قاسم لكل من دخله في 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 الموضوع. هو أيوب قاسم يقول شيء، السراج يقول في كلام، معتيق يقول في كلام، عفواً يعني معتيق يمكن ما دخلش في الموضوع يعني. معظم أمس السيد المجبري قال رفض يعني. إذا كان أنت يا مجلس رئاسي، إحنا مش هنقوله كأشخاص، إذا كان أنت ما فيش توافق حول الملف هذا، إيطاليا تلعب على الشيء هذا. أنا واحد من الناس بتمومن أن إيطاليا تريد مكافأة لدخولها أو مساعدتها في ليبيا في حرب صرت مثلا، في يمكن أولويات. أنا بدأت نشوف فيها الموضوع أن السراج أو الرئاسي متفق يمكن من شهور على الموضوع هذا. ثاني شيء، إحنا قاعدين نعاوده في نقطة معينة. ليش زي ما قال لك الدكتور قبل شوي، وكالات الإيطالية يوميا تقول لك النائب فلان، الصحافة مقلوبة، وإحنا لما يتكلم حد يقول لك أنتم مغرضين. طيب أطلعنا وضحنا يا سيد، وضحنا. هذه سيادة، هذه سيادة، هذه نقطة واحدة بس. نقطة ثاني شيء أنا نشوفها، هذه تعويض لفشل صوفيا.
هم الطليان حاليا في صراع اوروبي، يعني نشوف فيه يمكن صراع اوروبي انقسامات داخليه في الواحد. فاحنا قبل يومين هذه كانت صوفيا يا محمد، كانت صوفيا الاتحاد الاوروبي بالكامل ورادارات واقمار صناعيه وشغل وما داروا شيء. الطليان بيشتغلوا، اذا كان الطليان سيطروا قد يكون معناها المؤامره. لحظه شوي عبدو لو سمحت، يعني اذا كان الطليان بالفعل سيطروا، اني نشوفها يعني من الاخر الموضوع مبطل من البدايه من صوفيا لليوم. وصدقني في من يقول لك يا حمزه اصلا التحرك السريع للطليان جاء نتيجه التوجه الى فرنسا، وهي نتيجه تنافس اقتصادي ما بين ايني وتوتال في ليبيا، كل واحد يبحث عن مصالحه. طيب كوي اوكي، احنا مدابينا نستفيد من توتال ونستفيد من ايني، بس مش هيك الاستفادة يا سيد سراج، مش على حساب السيد الوطني. يعني أول شيء أنت تاني يوم، اليوم اللي أنت وقعت فيه والليبيين فرحوا به وفرحوا باتفاق باريس، هل يعقل يا سيدي أضعف الإيمان يعني أنت تروح تاني يوم لليبيا؟ عيب عيب أنك أنت أمس متوقع اتفاق والليبيين إحنا كيف قلنا في استقرار وكذا، تاني يوم تمشي لروما وتوقع في اتفاقية هذه؟ يعني أنت شنو الهدف، شنو الرسالة اللي أنت تبي توضحها؟ ثاني شيء قلناه في الحلقة السابقة، قاعمس ما حفتر يا أخي، موضوع هذا موضوع ليبي، قاعمس ما حفتر، قل له إحنا نبوا نأمنوا شواطئنا، يقول لك حفتر أنا ما عنديش قطعة بحرية، أوكي اتصرف أنت وياه، في قيادة عسكرية. الموضوع هذا المفروض يوقع قيادة عسكرية، ما يوقعش قيادة سياسية، هذا موضوع فيه سيادة. أنا في نقطة أخيرة يا حمزة بس بنقلها لعبد الوهاب، في من يقول يا عبد الوهاب أن إيطاليا تبحث عن ملاذ بديل للاجئين بدل ما يجوها يقعدوا في ليبيا، وهذا ليش ما تحركتش الحدود الجنوبية واكتفت بالبحر؟ أمس سمعت يعني رجل قانوني معروف ليبي، رغم أنه تكلم يعني من قناة ليبية معارضة تبث من أوروبا، أنه هو مش اللي ما هو أبعد، أن فرنسا ما قالش إيطاليا الحقيقة، يعني قال فرنسا تسعى أن تكون الشريط الجنوبي كله تتكدس به الهجرة هذه الإفريقية، لحاجة ممكن تكون نظرية مؤامرة، ممكن لا، إنه مستقبل إن يكون الكيان هذا غير ليبي. ممكن أنا لو بنمشي معاه في النظرية هذه، من قال يا حمزة إن إيطاليا مش متفقة مع فرنسا تحت الطاولة، إحنا ما الأمور السياسية هذه فيها كل الاحتمالات، وما فيش براءة ولا في عاطفة في السياسة، قد يكون اثنين يعملوا في خط واحد، إن الفارق هذين يديرونهم وطن بديل، وطن جديد اللي هو، أو حاجات أخرى مضمرة عند الله أعلم عند أوروبا، إنه فعلاً الجنوب هذا مهدد يكون فيه الهجرة غير الشرعية. لكن بالنوع على نقطة مهمة، إن الإعلام قاعد يضخ الإيطالي إن تحذير المشير حبتر غير على مش على محمل الجد، يعني هذه تدخل في الحرب المعنوية، أي جهة تبي تغزو مكان أو تتدخل فيه تبث هذه الإشاعات وهذا التخويف وهذا التهوين وهذا التبسيط، يعني بصراحة انتهى وقتنا يا عبد الوهاب، فاصل قصير وسراج بيجيب لنا حرب، يعني كان ما شاء الله. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في خبرنا الثاني للحلقة هذه، وهو إعلان الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور اعتماد المسودة، الأمر اللي واجه عدد من الاعتراضات من بينها اقتحام متظاهرين لمقر الهيئة ليلة التصويت. الهيئة فيما بعد أعلنت أنها أخطرت مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة والمجلس الرئاسي باعتمادها للدستور، كما أرسلت نسخة للمفوضية العليا للانتخابات. نبدو بك حمزة، بعد فترة طويلة تصويت ب 43 من بين 44 حاضرين الجلسة شهدت عدد من الاعتراضات، كيف تشوف الجلسة عموما اللي طلع عنها المسودة؟ هو إنجاز ولو كان متأخر يعني، ويشكروا عليه طبعا أعضاء الهيئة، بس في تخوف أصبح في الشارع، يمكن مبرر ويمكن غير مبرر. إحنا مشكلتنا في ليبيا إن يعني مع احترامنا لكل المكونات وكل الأطياف في ليبيا، مشكلتنا إن يعني المرأة تشوف في موضوع المرأة في الدستور، المكونات الثقافية أو المكونات مثلا أخوتنا التبو، أخوتنا يعني الأمازيغ يشبحوا في النقطة هذه، لأن هم خايفين يمكن من خطأ سابق، خايفين من تهميش جديد، خايفين من شيء، وهذا حقهم.
بس احنا مشكلتنا اذا كان بنبدو في اساس الدوله نقسمه فيه بالطريقه هذه، يعني فكيف كيف نبني الدوله؟ هذه نقطه. نقطه ثانيه، يعني شيء اسمه مقترح ما هوش اقرار يعني. ثاني شيء، اذا كان ثالث شيء، اذا كان في اي شيء إضافة فيه تشوف أن في إجحاف لمكون ما لملف ما لأي شيء، في تصويت، في قراءات مثلا. الحمد لله يعني الأسبوع هذا يمكن بعض الحقوقيين وبعض الكتاب بدوا يعني يكتبوا هذا المطلوب، هذا الحراك المطلوب، يعني ينوروا الشارع. كيف تقرأ يعني مثلا زي يمكن عبد الوهاب أنت، يعني زي موضوع عزة مقهور، كيف تقرا الدستور؟ الدكتور نجيب الحصادي، اكثر من واحد دخل في الموضوع، فهذا نشوف فيه هو العامل المساعد للشارع. احنا مشكلتنا ان دائما لتسييس الموضوع. الدستور ما ليش علاقه بمكون سياسي في منطقه ما او المجلس النواب، او بالعكس الملف هذا تحديدا يعني لا يستطيع اي شخص، الحمد لله يعني حتى أعضاء الهيئة التأسيسية قد ما حاولوا تسييسهم من أطراف من أجسام سياسية ومماطلات وتخوين وكذا، فنشوف فيه في النهاية إنجاز، ويجب أن احنا نعطوهم فرصة أكثر. هنا يا مصطفى بنجول نقطة ثانية، اللي هي في من يقول لك الدستور حتى لو اعتمدت الهيئة وحتى لو كان تصويت صحيح وكذا، البرلمان اليوم يواجه أزمة أصلاً، مش قادر يجتمع، وملزوم في الإعلان الدستوري وفي عدد من القوانين الحاكمة الآن لليبيا أن قانون الاستفتاء يصدر من البرلمان، فكيف يمكن حل المعضلة هذه؟ هو المعضلة قائمة الآن في البرلمان، يعني برلمان بلد زي ما صرح أمس أحد أعضائه لـ 218 سيد جنان، قال أن البرلمان منقسم ولم ينتئم بجلسة كاملة تقريبا منذ أكثر من سنة يعني. فهذه معضلة الآن تواجهنا. الدستور استحقاق يعني شعبي ووطني، وضروري أن البرلمان يتعامل معاه بمسؤولية أكبر يعني، أو مشروع مسودة الدستور اللي أنا مطروحة. المثير للانتباه صراحة يعني هو الجدل الكبير اللي حصل مع صدوره ومع التصويت على هذه المسودة. هو الجدل في حد ذاته أمر كويس، هذا الحراك يعني احيانا بالضبط. كويس يعني حرك صحي يعني صحي في نهايه المطاف يعني مجتمعيا، لكن بالمقابل يعني الرفع من مستوى هذا الجدل بحيث انك تعطل مشروع مثل هذا المشروع، اعتقد انه غير مبرر، لانه اصلا المشروع مطروح على الاستفتاء، يعني انت بك تستفتي عليه، بكره لم يحطوا الصندوق بره ويكتب لا. يقول لك معظم الناس اول ما تعرض عليهم الدستور على الاستفتاء حيصوتوا بنعم، لانهم يبوا يكون عندهم دستور ويبوا ينهوا المرحله الانتقاليه. يا سيدي اذا كان اذا كان الناس صوتت، انت مالك حتى منع الناس، ديمقراطية حتى منع الناس. كل دول العالم اللي مرت بتجارب من هذا النوع يعني الدساتير ما زالت الى عند اليوم تتغير، يعني ما فيش، هذا مش قران منزل. هو الغريب ان في بعض الاطراف الرافضه يعني، وللاسف الشديد ان بعضها جهات دينيه يعني، رفضت الدستور هذا على اساس ان هي تعتقد ان الدستور قران منزل، يبوا الدستور ما يكتب وكانه قران، يعني ما فيش خلل بنسبه 1%. لا يا سيدي، هذا منتج بشري ومر في ظروف صعبه وفي ظروف استثنائيه، في بلد فيها ظروف استثنائيه، حتى لو فيه بعض الخلل يعني بعض الاشياء اللي عندك عليها تحفظات وغيرها، المفروض ما تتعامل معها بهذا الشكل. لا، مفروض انك تدعو الى طرحها للناس، طرحها للاستفتاء، بحيث ان الناس على الاقل شيئا فشيئا مثلا تعرف ان هذه الامور من حقها. اذا كان الناس والله قالت نعم، هذه مساله خلاص انت منتهي، انت مالك الحق تحجر الناس. واذا كان الناس مثل قالت لا، ولو كان حتى الدستور هذا اعلى وارقى دساتير الارض اليوم، ما تقدرش تفرض على الليبيين. الفكره هي مساله انك انت تسمح للناس ان هي تمارس مثل هذا الحق اللي هو حق طبيعي لها. انا بنقول لا وانت بتقول نعم، وانا بنقول نعم وانت بتقول لا، هذا امر طبيعي جدا جدا. لكن بالشكل اللي حصل يعني من الرفض يعني اللي غير مبرر، يعني في مستوى رفض وارتفع جدا جدا، يعني قلت لك يعني في مؤسسه دينيه تكلمت على هذا الرفض، فهذا اشكال خطير الان يبدو لي انه يواجهنا. هنا عبد الوهاب بنجو نقطه ثانيه، في البعض من يقول لك ان هذه بدايه وانطلاقه وبعدين ممكن تعدل الدستور لقدام، بس في من يقول لك هذا الاساس اللي المفروض نبنوا عليه الدوله بتاعتنا بعد 6 سنوات من المعاناه، المفروض يكون اساس متين يعني. ما هذا ضروري لكل الشرائح والافراد، من 6 مليون مواطن ليبي يعرف انه فرق بين الدستور وروح الدستور. من روح الدستور نفسه قد انت تستمد قوانين. امس نذكر احد الاصدقاء الكاتب علي الفلاح قال وين الاداب
والفنون، من جاء عند الحق كإنسان يشوف في هذا المجال هو ترف إن لا مش يشوف ان هذا المجال حيوي وهذا من حقه، لكن هذا يقع تحت القوانين ايضا زي ما قال لك حمزه، المكونات الاجتماعيه سواء العرقيه ولا كذا، حتى من حقهم يخافوا، من استهزؤوش بخوف الناس، خليه يخاف هو في حاجات بعدين تندرج تحت القانون المستمد من هو اللي هو الدستور. كونك تقول لي كبدايه فعلا بدايه طيبه اللي رأى بالصدع كبدايه، وما ننسوش زي ما قالت الدكتوره عز المكور في قراءتها ان الدستور هذا مش عادي، يعني ولاده ولادته مش عاديه في زمن انشقاق وزمن استباب وزمن اقتتال. فانت هي الدكتوره تحكي، الدكتوره عزه تنصح في كل مواطن ليبي من 6 مليون انك لما تقدم على التصويت على هذا الدستور انك ما لا تقاتل، يعني بطرق السلميه المعهوده بدون اي استفافات، مهما يكون تيارك انت تعبر عن نفسك وعن رؤيتك كيف تعيش الحياه هذه في بلدك، يعني بمعزل عن كل انتماءات سياسيه ولا دينيه ولا غيرها. ونفس الشيء زي ما قال لك الدكتور في جهات دينيه، يعني لما يعارضوا حريه الراي ولا غيره ولا غيره يعتقد ان خلاص هذا قانون منزل، انت تعال دير محاضراتك، دير ترشيدك، دير وعظك، ان لا مثلا لو خايف على مسائل عقديه ذات الالهيه مستحيل احد بيمسها هذه، هذه بعدين في قوانين تقوننها ان الابداع يكون كذا كذا، عندك ضوابط، يعني ما فيش حريه لو في ضوابط معينه، مش ما فيش حريه مطلقه، الحريه المطلقه يعني. وهكذا ان شاء الله نتفائلوا انه خطوه اولى لرأب الصدع ان شاء الله. هنا يا حمزه بتجي في بعض الدستوريين الموافقين، في البعض الاخر يقول لك الصياغه في ذات نفسها ركيكه جدا ولا ترقى لانها تكون دستور، ودستور من غير ديباجه، وحتى في مساله شكل الدوله، في مساله في بعض المسائل الحريات والحقوق ما فيش هذاك التفصيل، اسمها يعني مسودة. لكن هي مسودة تعرض للتفصيل عندما تعرض للتصويت حتصبح الدستور بديباجتها. هذه اول شيء احنا يعني يمكن من 2004 يعني كم لها يمكن الهيئه يعني اكثر من سنتين من رئيس استقال، بعد الرئيس اخر، بعدها مخاض اخر خارج ليبيا صلاله في العمان، بعدين رجعنا في ليبيا، بعدين في جلسات مبتوره، بعدين احنا وصلنا يعني لمرحله احنا ان تصل متاخر خير من ان تصل. احنا وصلنا لمرحله ان احنا غير وريدي بس الانجاز نتاعك، يعني بدينا يعني يا محمد النقاط اللي تقول فيها انت اللي قلتها يمكن قالها للمختصين يمكن نقاط جوهريه، بس هي في من يقول لك هذه مش المسوده الاولى، هذه المسوده الرابعه او الخامسه. كويس، احنا نقصد ان احنا وصلنا لمرحله هذه احنا اوكي نتحمله ما دام في جهود في يعني زي ما قلت لك احنا وصلنا متاخر خير ما وصلناش. خلينا نبدا في النقطه نقاط معينه زي ما قالوا لك الشباب، احنا بدينا مثلا في نقاط معينه جوهريه او في حراك صحي ان بدا في نقاش على الدستور، في وعي اصبح باهميه الدستور. يمكن بعض الناس في فتره يمكن يقول لك احنا عشنا يمكن سنين بدون دستور يحيى وقفت عليه سنه ولا اثنين، انه هو مش عارف قيمته لما يوصل الدستور، لما يوصل ان الدستور انه حيأسس شكل الدوله، حيأسس ويضمن هويتك، حيضمن مكوناتك، حيضمن المواطنه نتاعك، يعني اشياء عده حيرتبها لك. هو عباره عن عامل اساسي لبنائك انت، يعني بناء ليبيا، بناء الدوله. فاني لما تقصد انت يعني تفاصيل معينه، ركاكه الصياغه الكذا، الحمد لله يعني عندنا مثلا نقدر مثلا في امور زي هذه مقدور عليها يا محمد، اذا كان وصلنا في الازمه للصياغه وديباجه والواحد هذا يعني يمكن اقل يعني يمكن الدكتور يمكن يصلح الموضوع اذا كان يعني اذا كان الخلاف حول الديباجه والموضوع يعني نشوف فيه معناه الدستور تمام. باختصار كيف تشوف التفاؤل اللي كان طاغي يعني بعد خروج مسودة الدستور برغم الاعتراضات اللي عليه؟ والله باختصار شديد جدا جدا، يعني الناس اعتقد واحنا منهم يعني اعتقد ان هي وصلت الى مرحله بدات تشتاق جدا جدا الى مثل هذا النوع من الحراك المجتمعي.
احنا فعلا محتاجه الى مثل هذا النوع. يعني ملينا من قصه التحارب والتقاتل واستعمال البندقيه والرصاص والسلاح في الحوار ما بيننا. احنا والله يا ريت اليوم نوصل لمرحله ان نضع دستور، نضع قانون، نضع تشريع معين لاي مساله، وتكون ردود الافعال حتى الرافضه بالشكل اللي شفناه في حاله الدستور، انك انت تعمل محاضره ولا تعمل ملتقى ولا تكتب حتى على الـ على الـ على الـ على الـ المواقع التواصل، يعني بحيث انك انت تبدي رايك. هذا امر طيب جدا جدا. على اقل تقدير احنا الان بدينا شيئا فشيئا نبتعدوا عن قصه الحوار بالبندقيه. في نقطة يا عبد الوهاب، واللي هي يعني بعد الخطوة اللي ما بعد الدستور، في حال طرح للتصويت ورفض، في من يقول لك باهي نحن كأنه هيك حنرد المربع الأول، رفض من الناس، رفض من الشعب، الجهات الجهات الرسمية، يمكن التصويت بلا عليه، التصويت بلا على مطلق الدستور، مش على فقرات معينة، أصلا التصويت بالكامل هو حيكون الدستور كله. ما فيش تصويت على كل مثلا، والله طبعا بنرجع للمربع الاول، بس هذا ما يعنيش انه يأس خلاص، يعني ما فيش دستور يرجع حكم شخص او حكم دكتاتوري أو ما هو في من يقول لك من الان يتم الاصلاح باش تفادي خطوه التصويت بلا. اي طبعا، حتى هذه وجهه نظر سليمه، يعني شو مش ضد التصويت ومش ضد التوافق، المفروض يكون فيها دكتور وحمز مش عارف معي، يكون فيه ادماج بين التوافق وبين التصويت، يعني بقى عندك المكونين او ثلاث، تعال شن تبي بالضبط، شن المشكله؟ يعني اللغه ما اظنش في ليبيا يمنع اي لغه، هذه كل اللغات الليبيه نعتز بها، يعني مش فيها مشكله كبيره. اعتقد ان جل المشاكل اللي يدعوا الدين او غيره او دوله ليبيا او دوله النخب، الجمهوريه الليبيه او حتى النخب وطالب من العربيه وطالب من الواحد، النخب سواء دينيه او سواء نخب وطنيه، في اللي نخب جهويه او قبليه يقول لك لا وين قرأتي وين نصيبي وين كذا، حتى نقعد معاهم شن المشكله؟ يعني لو اجلناه شهرين ثلاث ثانيات في سبيل رأب الصدع، هذا افضل من يتم ربطه من الشعب. يعني لا هو عفوا، يعني ملاحظه اخيره، يعني اعتقد ان محاوله الاصلاح، والله اني بنصلح كل ما نقدر عليه باش والله نضمن ان لما نطرح الاستفتاء نضمن نعم عليه، اعتقد ان هذه طبوية ومثاليه زائده. يعني ما فيش اي عمل بشري تضمن ما دامك انت طرحته للناس الشعب، ما تقدرش تضمن النعم ولا كمالة. ولا رفضه ما تقدرش ترفضه ولا رفضه. يا شباب حنطلعوا به ونرجع لمناقشه بقيه اخبار. رجعنا لكم مشاهدينا في خبرنا الثالث، واللي هو اللقاء اللي عقده تحالف القوى الوطنية لمؤتمر التأسيس الثاني في مدينة الحمامات التونسية، حيث انتخب هيئة العليا خلال المؤتمر، وانتخب التحالف توفيق الشيبي رئيسا للهيئة العليا، كما انتخب أسماء سريبة نائبا له، فيما تقدم الدكتور محمود جبريل باستقالته من منصبه كرئيس للحزب لترفضها الهيئة العليا فيما بعد ويبقى كرئيس للحزب. يشار إلى أن الهيئة العليا هي الجسم التشريعي والرقابي في الحزب. نبدو معك يا مصطفى، ولقاء التحالف شفنا شباب متصدرين المشهد زي سيد توفيق الشهيبي، زي سيدة أسماء سريبة، وعدد آخر من الشباب في التحالف، فكيف تشوف المشهد هذا؟ يعني والله هذا مشهد أعتقد أنه هو يبشر بخير، يعني مدام إحنا وصلنا إلى مرحلة أن أحزاب سياسية لها حجمها زي تحالف القوى الوطنية تشوف بنظرة خاصة وفاحصة ودقيقة لعنصر الشباب تحديدا، يعني أعتقد أن هذا كويس بالذات في عالمنا العربي اللي مشهور بقصة العجائز يعني كثيرا. أنا صراحة يعني الاجتماع هذا كنت أتمنى يعني كمواطن ليبي أنه يكون في مدينة ليبية بالداخل الليبي، لكن يبدو نتيجة للأحداث اللي حاصلة والأمور اللي تحصل بالبلد كان فيه داعي لعقدة خارج البلد. نتمنى أن نرى مثل هذه اللقاءات لأحزاب سياسية أخرى قريبا في ليبيا داخل ليبيا، وتعالج المشاكل الليبية بروح وطنية ومسؤولة وجادة، وتخرج بنتائج زي اللي شفناها، يعني نتائج كانت دقيقة ونتائج يعني بالعربي ناس فاهمة الوضع وفاهمة وعارفة شن يعني شن بدها تعمل لقدام. في حمزة من يقول لك أن مؤتمر التحالف عودة حياة للأحزاب، يعني آخر مؤتمر تقريبا إذا ما كنتش غلطان كان في 2014 للعدالة والبناء، آخر مؤتمر لحزب ليبي يعني.
فكيف تشوف أن عودة الحركة السياسية لأحزاب بدلا من تيارات؟ هو بالنسبة للتحالف القوى الوطنية نشوف فيه يعني الخطوة في حد ذاتها الملتقى والحراك اللي تم بعدها، نشوف فيه يمكن إعادة بمعنى أو آخر إعادة إحياء التحالف من جديد برؤية جديدة. يعني نعرف أن مثلا الدكتور محمود جبريل قبل سنة أو سنتين اطلع في تصريح صحفي وقال أنني اعتزلت الفترة هذه، أنا خلاص أنا اعتزلت بعد بعد الأزمة بتاع المؤتمر الوطني والقانون العزل السياسي واللي صار فيها، هنا بعدها قال لك أنا خلاص. وبعدها تم اتفاق الصخيرات ويعني ما قبل الحوار، فتأول مرحلة نشوفها أن زي ما قلت لك دكتور حاليا مرحلة يعني نقوله نسبة نسبيا في استقرار في ليبيا، في يعني الإرهاب معاش ولا رقم يعني نقوله رقم واحد. اليوم مثلا احنا بدنا نتناقشوا في موضوع الهجرة، قبل أربعة يمكن شهرين ولا ثلاثة كنا نناقشوا في موضوع عمليات تحرير عمليات. سرت تحرير بنغازي، يعني بدت في 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 حراك ترتبي في ليبيا، ونشوف فيه توقيت تحالف يعني تحالف يجب أن يبحث على صيغة أخرى لخروجه للشارع. يمكن الخطوة اللي تم بها انتخاب السيد توفيق الشايبي يمكن نشوفها خطوة ممتازة، هذه على الصعيد حتى على صعيد الكاريزما، حتى على صعيد السياسي على الواجهة السياسية. زي ما قال الدكتور مثلا الناس يعني سامحونا نقوله في الكلمة، ناس متعودين مثلا يقول لك الدكتور محمود جبريل مقابله مني مقابله السيد صوان، يعني يمكن أكبر يمكن حزبين اللي أثاروا جدل في ليبيا، العدالة والبناء الممثل نقوله مثلا الإخوان المسلمين التحالف القوى الوطنية، يعني في قطبين. يعني وأي ليبي يمكن مع الحراك السياسي مع احنا بالعكس احنا ما دبينا حتى العدالة والبناء ينتج نفسه، يعني يحرك نفسه الأحزاب هذه، لأن الدولة يعني معاش في يعني ليبيا مش حترجع لرئاسة شخص أو عسكري أو سياسي، بس الأساس في النهاية إن احنا بعد المؤتمر هذا أو الملتقى ماذا بعد؟ شنو في خطوات على الأرض؟ وإلا هو ملتقى ومؤتمر صحفي وانتخاب وخلاص. هذا يمنع هذه الحزب هذا هو التحدي، هذا هو التحدي الحقيقي يا عبد الوهاب، إننا يمكن نجتمع وننتخب وإعادة الصياغة، بس هل عندي آلية على الأرض؟ هل في مشروع على الأرض؟ مقصد لك على الأرض مش على حراك سياسي ولا على، لأن الليبيين مش يا منفذ، هذا حزب عنده رؤى. ما فهمتني، يعني نقصد حزب هو جزء من الدولة، حزب هذا جزء من الليبي في النهاية، رئيس الحزب هذا أو كذا هذا ليبي. أنا حمزة بنقل نقطة لعبد الوهاب اللي هي ما هي الديمقراطية في الأحزاب هذه؟ هل هي ديمقراطية حقيقية؟ هل هي بداية على الأقل قاعدين يصنعوا في والله طريقها؟ هذا ما نتمناه. لو بنتكلموا بشوية مباشرة يعني اللي داروا الانتخابات في تونس واجد وكنا نجد لهم العذر أن داروا في تونس بليبيا صعب، حسب كلام السيد توفيق الشيبي في لقاء خاص ببرنامج البلاد 218 أنه صعب يقام في ليبيا، لكن تقريبا العدد اللي تم التصويت 80 تقريبا الحاضرين الملتقى اللي في الحمامات في تونس 80، بينما غير في طبرق هم عدد أعضاء الحزب حسب الشيبي نفسه 700. كنا نتمنى أن يكون الملتقى هذا في ليبيا من شان تكون الديمقراطية في داخل الحزب نفسه أكثر، وطبعا الديمقراطية في وسط الأحزاب هي على قدر كبير من الأهمية، يعني أنت نموذج أنت نموذج للحياة السياسية الصحية اللي هي الديمقراطية اللي بتوصل للحكم. طبعا ما فيش حزب اللي يسعى للحكم وهذا شرعي ليه طبعا. فإذا كان أحزاب ذكرنا بأحزاب مضوية يعني بالاسم شعارات برستيج بس إن حزب ومن داخل نفس الحزب حاكم واحد ورؤية واحدة وما فيش اختلاف يبقى ما عملنا شيء. ضروري تكون أنا نأكد على ضرورة الديمقراطية تنبع من الأحزاب من داخل الحزب نفسه، تداول على نفس المسيرين والقيمين على هذا الحزب يكون حتى هم في تداول، يعني مثلها زي البروبا لعموم السياسة أو المرحلة اللي بيوصلوا لها، مهمة مسألة الحزبية الديمقراطية داخل كل حزب. هنا يا مصطفى بنجول نقطة ثانية، في من يقول لك أن اليوم هذا مؤشر على عودة الحياة السياسية بدل ما الحركة السياسية في ليبيا فترة اتخذت حراك عسكري فقط، كل الناس كانت تركز على الوضع العسكري، اليوم يقول لك هذا مؤشر على عودة الحياة، أن الحياة حتنتقل من المجال العسكري للمجال السياسي. هذا ما نتمناه صراحة، يعني وهذا ما نتطلع إليه سواء من خلال تجربة
تحالف القوى الوطنية وغيرها من التجارب يعني. طبعاً. فعلا محتاجين الآن زي ما ذكرت لك بدري قصة الدستور يعني هي الأمور كلها جت في نفس الوقت تقريبا يعني اقتربت من بعضها وهذا كله مؤشر طيب إنه هو فعلا إن إحنا بدينا شيئا فشيئا وهذا ما نتمنى صراحة ونصب إليه مع بالمقابل يعني دور الدولة ومؤسسات الدولة أهم حاجة نقطة الآن تعرف يعني في ليبيا. السؤال هل هو تمني فقط ولا هو فعلا مؤشر ودليل يعني كون الحزب يطلع ويدير مؤتمر حط رؤى جيدة من كل مناطق ليبيا ويحط رؤية لي ولا هي فقط تفاؤل ورغبة من الناس بأن مجرد أي حدث يعطوه في حاجة أكبر من حجمه يعني. لا هي رحلة 1100 تبدأ بخطوة إحنا يبدو أن إحنا بدينا نخطو يعني الخطوات الأولى باتجاه مؤسسة الدولة وباتجاه مدنية الدولة والابتعاد عن زي ما قلت لك بدري عن لغة السلاح والتحارب اللي حاصل هذا ما زال يعني ينقص اللي هي الموجودين الآن تحديدا في المجلس السياسي المؤسسات الفاعلة مثل في الدولة الآن أنها تحافظ على نقطة مهمة جدا جدا وهي عامل الأمن زي ما ذكرت لك بدري وزي ما قال حتى عبد الوهاب أن هذه اللقاءات نتمنى أن تعقد بالداخل الليبي هذه الأحزاب معذورة نظرا للوضع الأمني فهذا يلقي بالمقابل مسؤولية على الموجودين في المشهد سواء كان رئاسي ولا برلمان ولا غيره ولا الحكومات هذه كلها أن هي تحافظ على الوضع الأمني بحيث أن هذه الخطوات تكون بالداخل الليبي أولا وبعدها تكون فاعلة ثانيا وهذا المهم. في نقطة ثانية حمزة اللي هي رؤية التحالف اليوم التحالف طرح رؤية في بغض النظر عن الدخول في تفاصيلها هل هي حتكون بديل في الفترة المقبلة يعني أن كل حزب يطرح رؤية له للحل للوصول لجمع هذه الرؤى بدلا من الحوارات واللقاءات اللي كانت تعتمد على شخصيات أكثر ما تعتمد على توجهات سياسية؟ المفروض هيك هذه أولا تاني شيء هل التحالف لما طرح الرؤية هذه هو عنده مثلا جهات بعينها لتقديم الرؤية هذه مثلا لا لم يصل السلطة هذه رؤية قدم ترويج هذا فكرته مش الحزب ما عندهاش قدرة تنفيذية عبد الوهاب واحدة بس لا نحكي لك على تفصيل علمية مش أوكي. يعني نقصد لك عبد الوهاب توقيت الرؤية انت كان صبرت عليه شوي بس عبد الوهاب أنا قلت لك يعني غسان سلامة أعتقد اليوم يكون يعني حيكون في تونس انت عارف يعني زي ما قلنا قبل شوي ان في اصبح في حراك سياسي يعني مشي واحدة في 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 ليبيا يعني نقصد لك لما نقول لك ان المقترح نتاع الرؤية هذه رؤية يعني هل بيحطها في جيبه تحالف وبيقولنا لو قعمست في الكرسي لا يعرض على الشعب طبعا هي كويس هذا نقصده لك يعرض على الشعب هذا نقصده لك انا ينجح بالانتخابات يعني نقصد لك الجهات المعنية رئاسي البرلمان مش ملزم عبد الوهاب انا مش خليك في النقاش الرئاسي مش ملزم يطبق الكلام اللي قال الدكتور عبد الوهاب رغم ان احنا مقتنعين به عبد الوهاب يعني يوصل هو للسلطه عبد الوهاب احنا مش في الالزام تو احنا مش في الالزام ملزم او مش ملزم هو يمكن تحالف حتى يكون استفاد زي ما قال الدكتور معك يمكن استفاد المفروض الجهات المنفذه حاليا تستفيد احنا قلنا مقترح تمام مقترح ما قلناش يعني نص مقدس ان اللي قدم التحالف فنقصد لك هذا التحالف يعني في النهاية جسم سياسي ولا مش جسم سياسي؟ حزبي اوكي. اوكي، يعني كيان سياسي في البلاد. كيان سياسي أوكي. يسعى إلى السلطة. كويس، يسعى للسلطة. مبارك. كويس، يعني الكيان هذا أي جهة، أي مقترح، في خطوات لتنفيذه، في أشياء، في أدوات لتنفيذه، في أدوات، في عوامل مساعدة لتنفيذه، التحالف بروحه ما يقدرش، إذا كان بمساعدة مؤسسات الدولة، بمساعدة الجهات، بمساعدة زي ما قلت لو تبنوا الأفكار معاك حتى لو تبنوا أطراف منها زي ما قال لك الدكتور قبل شوي التحالف اليوم قدم مقترح غدوة كيان سياسي آخر يقدم أوكي طبعا. دمج يعني هذا نقصده لك فنقصد لك السؤال الأهم وقاعد نطرح فيه إن التحالف لما قدمت المقترح متاعك أو المسودة أو البيان أو الرؤية هل إحنا مشكلتنا دائما يا عبد الوهاب يمكن نعانوا منها من بعد 2012 يا محمد اليوم إحنا مشكلة الطفرة فجأة نسمع في حراك وفي شغل بعدين ينتهي يعني ما فيش استمرارية في ما فيش تبني للأفكار الجميلة هو يمكن يمكن تبني. يمكن ليهم أعذار ليهم الحق لأن يعني البلاد يمكن مرت في حروب في اشتباكات والحكومات الحالية مش في صالحها تنفذ هذه الرؤية بالضبط لأن في تنفيذ هذه الرؤية بس نقصد لك توقيت هو التوقيت الوحيد يعني الشيء الوحيد اللي يحسب لتحالف القوى الوطنية هو توقيت ذكي
وفي توقيت قياسي يعني قبل مثلا قبل ما يكون اعتقد قبل ما يجي السيد سلامة لليبيا فيها اتفاقية في باريس فيه شغل حراك أوروبي طامح في 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 ملف هذا السياسي تحديدا. فهذا نقصده لك يا عبد الله ان الاتفاقية هل تجد طريق على الأرض وإلا هي هنا في النقطة هذه بنقلها لمصطفى. في المثل الشعبي يقول لك المتفرج دي مصطاع، وجميع الأحزاب هذه كانت يوما ما في الست سنوات اللي فاتت جزء من حكومات، يعني التحالف العدالة والبناء كانت جزء من حكومة علي زيدان على سبيل المثال، لكن الأزمة ظلت هي الأزمة كما هي. فشنو السبب؟ هل هي رؤية من الخارج فقط ولما يكون في موقع التنفيذ ما يقدرش ينفذها؟ لا، هو احنا المثل اللي استشهد به حضرتك يعني ما يقدرش نسقطه على الحالة الليبية. تقدر تسقط على الحالة الليبية لما يظل عندك وضع طبيعي وانت بلد عادي جدا جدا وفي احزاب مثلا تدخل في 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 حكومه وبعدين تقدر انت تحاسبها وكذا وغيره والامور اللي كلها سلميه. لكن احنا الان مثلا ما نحكوش على حزب المحافظين وحزب لا نحكي على احزاب في بلد فيها 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 وضع يعني غير يعني استثنائي بكل ما تعنيه الكلمه. ما تقدرش انك انت مثلا تحمل المسؤوليه كل الخطوات اللي من هذا النوع، الحياه السياسيه، الحراك السياسي، الاشياء هذه كلها يعني واعده. المواطن يسال يا مصطفى ان هذا الحزب اوكي اعطى رؤيته هو برا السلطه، لكن لما يوصل السلطه هل حيديرها ولا ما يديرهاش؟ لا، هو ما خلينا باش يكون الصوره واضحه، لما يوصل السلطه ولا لما كان في السلطه؟ حتى لما يوصل نحكي لما يوصل في السلطه بعدين مساله ثانيه، يعني بعدين تقدر تحاسبه وتقدر كذا. لما يظل احنا هذا اللي نسعوله الان انك انت توصل بالبلد الى برا الامان بحيث انك انت يكون عندك مؤسسات بكل ما تعني كلمه مؤسسه تحاسب، ومؤسسات رقابيه ومحاسبيه وغيرها، وتحاسب الحكومه اللي تكون في السلطه. لكن اللي شاهدناه احنا مثل المده الماضيه مثل طيله السنوات الماضيه كان صعب انك انت مثلا تلقي باللوم على حزب سياسي ولا حتى على اشخاص. ما خلطوش يعني حتى فرصه يعني تحالف يعني. تحالف قوى وطنيه لما حتى حصل يعني شفنا في حتى في المؤتمر الوطني ما كانش مواطنين يعني احنا لما جينا حتى للصندوق وغيره في ناس لا قال لك اللي في الصندوق ما نبيش، يعني في ناس هددت بنفس في قاعه المؤتمر ذلك يعني وهذا كلنا نعرفوه الكلام هذا. فما تقدرش انك تلوم عليه. الحركه السياسيه من هذا النوع يبشر بحالتين، الحول الاولى زي ما قلت انت الان اللي هي عوده الحياه السياسيه الطبيعيه، والامر الثاني اللي هو عوده الحوار الليبي الليبي وعوده المبادرات الليبيه. احنا صراحة محتاجين جدا جدا ان تكون مبادراتنا من الداخل، مع احترامنا لكل المبادرات اللي حصلت بالشأن الليبي، لكن لما تكون المبادرة داخلية بين الليبي والليبي والليبيين يتواصلوا مع بعضهم، وهذه مسؤولية الناس اللي موجودة الان سواء كان في المشهد ومسؤولية ايضا حتى البعثة المميزة. فهذا كل الامر يعني واعد ومبشر بخير في الايام القادمة اذا كان ما حصلش يعني زي ما حصل في 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 2014 او قبلها يعني. ننتقل الآن زملائنا لخبرنا الأخير وهو إعلان إقفال موقع ليبيا المستقبل الإلكتروني بشكل نهائي بسبب ضائقة مالية بالدرجة الأولى. وقد قفل الموقع لفترة من الزمن في السنة الماضية للأسباب ذاتها قبل أن ترغم حملة من الأصدقاء وقراء الموقع الإدارة على إعادة الافتتاح مع وعود بالمساعدة المادية اللي ما وصلتش. ويعد موقع ليبيا المستقبل من أوائل المواقع الإلكترونية الليبية وأكثرها قراءة من الليبيين، وتميز بالمقالات التي تغلب عليها الجدية وبأن منبر قوي للكتاب الليبيين على مختلف مشاربهم. ويعتبر موقع ليبيا المستقبل من أقوى أصوات المعارضة لنظام حكم القذافي، مسبب الكثير من الإزعاج للنظام في ذاك الوقت، كما كان له دور الأكبر في التحشيد أو كان له دور كبير يعني في تحشيد لتنظيم الانتفاضة فبراير أو ثورة فبراير 2011. فنجو يا حمزة لخبر إغلاق الموقع، يعني رؤية حرية الرأي في ليبيا، تعدد المنابر اليوم في منابر مش قادرة أن تحافظ على نفسها بسبب زي ما قال مالك الموقع أن الحالة المادية متاعتها، فكيف تشوف الموضوع؟ هو خبر مؤسف حقيقة، يعني كما كانت ليبيا المستقبل يعني اللي نشوف فيه يعني مش موقع بس، هو يعني نشوف فيه مرجعية وأرشيف يملك أرشيف ضخم من سلسلة مقالات وآراء وأفكار على مراحل، وتميز زي ما قلت أنت في مقدمة الخبر يا محمد، يعني ميز بالرصانة، ميز بالعقلانية، حتى مع خصومة، حتى مع أطراف معينة، يعني كان يطرح الأفكار بصورة حوارية بشكل يعني مقبول لأي طرف كان مع أو ضد
ثاني شيء يعني لما نوصلوا في موضوع 2017 وضائقة مالية وكذا، طبعا ما ننسوش ان ليبيا مستقبل قبل فترة يعني مر بنفس القصة ورجع، بس يبدو ان المرة هذه هم معاش حابين انه يجربوا الخسارات اكبر، او يعني بعض يمكن في زملاء يمكن في يشتغلوا في الموقع حاليا، يعني يبحثوا حاليا حسب معلوماتي انه يبحثوا كيف ارشفت الملفات اللي في الموقع يعني المحافظ عليها، لان عارف انت لو تم مثلا اعاده او كذا يعني يمكن يضيع جهد سنوات. ففي نفس الوقت يعني احنا في ليبيا يعني يفترض يعني اي نشوف يعني اي مؤسسه اعلاميه متضامن مع اي جهه اعلاميه اخرى، خاصه لما يكون الهدف اللي احنا نسعوا له في الاساس، لانه يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. محمد، احنا نسعى لدوله فيها تعدديه، نسعى لدوله فيها الحوار والحوار الاخر، فنشوفها خساره كبيره على الصعيد يعني حتى على الصعيد الشخصي، فما بالك باللي متعود من سنين من التسعينات وقبلها على الموقع هذا. يعني انا نجول يا عبد الوهاب نقطه ثانيه، يعني برغم الوعود بالمساعدات ما فيش ثقافه التبرع ممكن غايبه، التبرع للاعلام يعني باش تصنع اعلام مجتمعي، يعني اعلام من تبرعك الخاص باش ما ياثرش عليه مثلا. اي طبعا الثقافه هذه نعرفها يعني من اول ما طلع النت في ليبيا والوطن العربي، يعني نقدر نقول من 99 98 طول اطلاعنا على المواقع يعني من مول فيها فعلا فيها ثقافه التبرع، هذا للاسف مفقوده في ليبيا. نتذكر في واحده من الاجتماعات رابطه الادباء الليبيين الكتاب قديمه، فوقفت من بين الناس قلت لهم موقع بلا الطيوب لصديقنا رامز النويسري نحيوه في هذه اللحظه، لحد الان مستمر وان شاء الله مصيره مش زي ليبيا المستقبل، رغم انه يوثق للادب يعني اكثر من سياسه، بس فعلا ارشيف كبير يعني مجهود دوله. وزمان اقترحناه في الرابطه وحتى على الأوصياء على الثقافه زمان ولا على بالهم. فالمساله مهمه، يعني مش كل الاعلام تقود الدوله، واحنا مع الخوصصه ومع الدعم المجتمعي هذا ضروري. ونحيي الاستاذ حسن الامين في هذا الموقف الصعب صراحه، وان شاء الله تكون عوده زي ما قال لك حمزه لهذا الموقع. ليش لا؟ نتذكر انه من اهم خمس مواقع كانت للمعارضه، كانت ليبيا وطننا واخبار ليبيا وليبيا جيل ليبيا اليوم، كل توقفا بمجرد 2011 بمجرد نجاح الثوره خلاص كان الهدف غرضي. الا هذا يعني بصراحه ليبيا المستقبل يعد له ان النفس بتاعه طويل وفعلا هم الوطن، ومش خلاص يعني تغير نظام حكم لا خلاص، لا هو هم الوطن حقيقه يعني. نحيوه ونتمنوا ان تكون هذه مجرد كبوه معينه وان شاء الله يرجع، وناكد زي ما قلت لك على الدعم المجتمعي، يعني مش من السهل يعني مواقع زي هذه محتاجه لتمويل. فنجو يا مصطفى لنقطه ثانيه اللي هي بالاعلام الجديد استمراريته هو يحتاج تمويل، بس مش هذيك التمويل، مش هذاك التمويل الكبير يعني بامكان بعض الاشخاص ان يمشوه. فكيف تشوفها في ليبيا؟ هل في ليبيا اصلا في اقبال على الاعلام الجديد على المواقع لكذا، ام الناس مبتعده عنه وهذا الريش هو يسقط بسرعه؟ والله يبدو لي ان احنا ما زال تنقصنا ثقافه الاعلام الالكتروني بالذات، يعني دعمها وبالذات مواقع مثلا سواء كان مواقع متخصصه ولا غير متخصصه. ثقافتنا قاعده اكثر تميل اكثر الى مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة التعامل معها والتواصل معها، وهذا أكثر من قصة المواقع الإلكترونية. أيضا بالمقابل حتى الموجودين يعني في المشهد حتى في الدولة، يعني وإن كان إحنا لحد الآن نفتقر إلى مصطلح الدولة بشكل دقيق، لكن ما عندهمش أيضا نظرتهم لهذه الأشياء ما زالت نظرة من هي مش مهمة وإن هي نوع من الترف الثقافي وغيره، وهذا موقع والله كان مستمر كويس كان مستمرش كويس، هذه أيضا ما زلنا نحن نعانوا منها. فأعتقد أن ما زال بيننا وبين الوصول إلى ثقافة أكثر نضجا في التعامل مع الإعلام الإلكتروني يعني ما زال تفصلنا بعض الخطوات. هلا يا حمزة نجول النقطة الثانية، كونه كان موقع منبر المعارضة وقعد يعني صمد في فترة طويلة جدا، فهذا مش فعلاش اليوم أن
يعني يدعموه او بيحاولوا ان يستمر الموقع؟ هو على كلمة يعني عبد الوهاب قبل شوي أنا قال لك الدولة والواحد، يعني إحنا حتى على مستوى المؤسسات المدنية، المستوى المدني للمؤسسات مثلاً، يعني جهات مثلاً راعية، إحنا يعني حتى تنقصنا حتى ثقافة الدعاية، يعني الجهات مثلاً جهات راعية دعائية زي ما قال لك الدكتور قبل شوي، إحنا ما عندناش دولة، قاعدين ما فيش حتى التجارة، ما فيش حتى البزنس، ما فيش بزنس متحرك في البلاد، يعني يمكن جهة هنا في نقطة يا حمزة، في من يقول لك يعني أنت هل تحن لليبيا المستقبل كموقع ثقافي ولا أن مفروض عليه اليوم أن يخش في البزنس؟ يا سيدي هل التعامل يكون عاطفي ولا؟ لحظة شوي محمد، احنا يا سيدي ما بنقوله مثلا ليبيا المستقبل أو كذا، بنقوله موقع ليبي، احنا ما نقوله موقع ليبي. وصراحة أنا لما نقول لك موقع ليبي، أنا معاش يعني لي كان يحارب في ميني وكان يحارب في ميني، أنا نقصد لك إحنا مشكلتنا في ليبيا، أنا الخوف متاعي حاليا إن دائما إحنا مشكلتنا حرق المراحل. مشكلتنا في ليبيا يعني من يمكن من 60 سنة لليوم ما فيش تراكم في البلاد. إحنا حتى على صعيد الشارع مثلا، صعيد الشارع اللي يجي اللي يحكم يغير في اسم الشارع اللي أنا ولدت فيه، اللي يمكن تربيت فيه، فأنت متخليه هذا جزء من التاريخ، هذا جزء من ليبيا. أنا نقصد لك كإرث لما نقوله يعني موقع، يعني مش نقوله موقع ليبيا المستقبل، احنا نتكلموا على حالة عامة، يمكن تدعم النقابات الخاصة، يعني حالة عامة. ايه يمكن صح الدولة تدعم اللي تكلم من صالحها. الحرق المراحل اللي صيرنا في ليبيا ان احنا دائما نعتاد ان اوكي مش مشكلة نبنوا من جديد، اوكي مش مشكلة نبنوا من جديد، فالكارثة هي هذه. احنا لما نمشي لدول اخرى، لما تمشي لدول اخرى تلقى يعني حتى يعني في زخم ثقافي. الثقافي مش بالمعنى الكتاب او ثقافي، يعني ثقافة المجتمعية، ثقافة المجتمع تفكيرها، يعني شن تستدعي في قبل سنوات. هذا نقصده لك، احنا نقصد لك يعني هذه الخوف، هذا هو الخوف الاساسي يا محمد، انك مش ما تكلمش كموقع ليبي خسر، يمكن غدوه بعد غدوه يرجع بصوره او بشكل اخر، بس في النهايه احنا في خسارات في على الارض، وفي نفس الوقت احنا عندنا خسارات اخرى، هذه مش حنشوفها اليوم، حنشوفها بعد سنوات. يعني لما تلقى واحد يكتب لك على التاريخ الليبي او كذا، حتلقى تاريخ ليبيا مبتور يمكن من جهات معينه، كل واحد برؤيته. ايوه هنا وصلنا لمحطتنا الاخيره في الحلقه، واللي هي بوست اختاره كل واحد من الزملاء، وحنشوف اختياراتهم، ونبدا بيك عبد الوهاب. البوست لهذه الحلقه للكاتب منصور بشناف يقول: ورغم كل هذا الضجيج لسنا إلا قبائل متناحرة، حتى ما نسميها مدنا صارت قبائل متعصبة للأسف. نمشي ليك مصطفى. والله هو بوست للسيد عبد السلام المبروك، كتبه قبل مدة شوي، يقول: في هذا الوطن الاختلاف في الرأي لا يبقي في العمر بقية. حمزة. كومندانتي في طرابلس، سلام حار لجماعة السيادة الوطنية. هذين أهم البوستات اللي اختاروهن الزملاء. نحن وصلنا لنهاية حلقتنا، لقانا يجدد بكم الأسبوع الجاي، شوفوكم.